السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير مشاهدينا ومتابعينا الكرام. يا مرحبا ومسهلا بالجميع في منافسات يوم جديد من منافسات بطولة رأس لفان للصغور 2023. مثل ما شفنا معكم يوم أمس كان منافسات أول يوم فعليا للدعو، اليوم الثاني على التوالي من منافسات هذه البطولة، فنتمنى التوفيق لجميع إخواننا اللي راح يشاركون معنا في منافسات اليوم ونقول لهم الله ينومسكم بإذن الله تعالى. خلونا في البداية أرحب أخي علي بن سعيد بن نور، يا مرحبا ومسهلا. الله يرحب بك، مسي عليك وعلى كل متابعين قناة الكاس وبرنامج أو بطولة رأس لفان، مشكورين طبعا، أتمنى التوفيق لإخواني ونقول لهم إن شاء الله ليلة سعيدة لهم إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طبعا العدد اليوم يثلج الصدر أبو سعيد. والله العدد يثلج الصدر والأجواء إن شاء الله تكون مناسبة لهم إن شاء الله بإذن الله. خلنا أذكركم مشاهدينا الكرام بمنافسات اليوم. منافسات اليوم مثل ما نشوف معكم على الهواء مباشرة، الفترة الصباحية كان فيها فئة الطلع من المجموعة الأولى حتى المجموعة السابعة كانت مؤجلة من أول يوم في البطولة، وسووا لهم إعادة وتمت اليوم. مبارك الإخوان اللي تأهلوا. وأما بالنسبة للدعو ففرخ جير الشاهين وقرناس جير الشاهين أيضا كانت مؤجلة من أول يوم في البطولة واليوم يتواجدون، نتمنى لهم التوفيق بإذن الله تعالى، الله يوفقهم وينومسهم. خلينا نشوف معكم أسماء المتأهلين في مسابقة الطلع من المجموعة 29 حتى المجموعة 33. المركز الأول حمد عبد الهادي المري بتوقيت زمني 27 ثانية، المركز الثاني فريق برزان، وحتى المركز الخامس أيضا فريق برزان. أربع طيور اليوم متأهلة معهم، نتمنى لهم التوفيق ونقول لهم الله ينومسكم بإذن الله تعالى. أسماء المتأهلين معنا في فئة فرخ الحر في يوم الأمس 10 أسماء تأهلوا من المركز الأول بتوقيت 19:289، وحتى المركز العاشر تشوفونها معكم على الهواء مباشرة بتوقيت 20:36 جزء من الثانية. ألف ألف مبروك جميع المتأهلين. أما بالنسبة لشوط دعو قرناس الجير فكان المركز الأول بتوقيت زمني وغدره 21:487 نعم جزء من الثانية، وحتى المركز العاشر ب23:115 جزء من الثانية. النومس إخواننا اللي تأهلوا ونقول لهم فالكم التوفيق بإذن الله ونشوفكم في النهاية تاريخ 25 إن شاء الله. طيب أبو سعيد، اليوم عندنا شوطين من أهم الأشواط في البطولة بشكل عام. والله اليوم إحنا قبل ما نتكلم عن الشوط نتكلم عن الأحوال الجوية وعن الهواء القوي اللي على الطيور. طبعا اليوم إحنا نتكلم عن الطير الكبير، الطير الوافي، الطير الثقيل اللي له روز، ممكن أنه يثبت على المسار هذا، ممكن بعد على قوة الهواء. اليوم الهواء قوي في طاعة الله، أكيد أن الصقاقير عندهم إعادة حسابات للأجواء ذي، يتوقعون أي شيء من الطير، لكن الطير عذره له دائما. نتمنى لهم التوفيق، ودنا نشوف تيمات بما أن الطيور اللي عندنا اليوم طيور مميزة، يعني فرخ الجير وقرناس الجير الشواهين طيور الناس يتكلمون عن سبق وعن قوة جناح، لكن نتمنى لهم التوفيق. ودائما الصقار له عذر، الصقار دائما له عذر ان الطير عليه هواء، الطير ما استقر، الطير نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. 24 طير مشارك معنا في قرناس جير الشاهين، انا اشوف انه عدد بسيط ولا اتوقع ان في اختلاف في الاحوال الجويه، اختلاف قوي بامر الله الا شيء بسيط تقريبا. لا والله بالنسبه لراعي الطير لا انا اتكلمك عن المشاركين بشكل عام، ان التوقيت يعني ما في ذاك التوقيت اللي بيفرق. لا حد بيهدي الحين، انا قصدي مو بالتوقيت، انا قصدي قوه الهواء. اليوم الهواء اقوى منه مثل من كل يوم. واتمنى حتى ال 24 ها كلها موجوده، يعني اتمنى ان ما يكون في غيابات ال 24 ذي، فعلى اساس ان تكون هناك قوه منافسه. اكيد ان فيها ابطال موجودين بيكون لهم نصيبهم في التوقيت، لكن هل الطير ذا يكون في جاهزيته، يكون في عافيته، يكون في مستواه ولا لا، هذه طبعا في علم الغيب وعند الصقر. نتمنى لهم كلهم التوفيق. أما بالنسبة لشوط دعو فرخ الجير الشاهين، العدد صراحة يثلج الصدر، 53 طير مشارك سواء أفرقة أفراد، الربع كلهم موجودين، ونتمنى مثل ما ذكرنا أمس نحن نشوف أسماء جديدة. احنا نقول إن شاء الله، ونتمنى أن حتى
الأسامي ذي تدخل في المستويات الذهبية والمستويات العالية للبطولة، لأن البطولة جاءت في وقت مناسب أقدر أهيئ طير للمسابقات المنافسات الجاية أو حتى المنافسات الدولية اللي تكون عندي بتواجد الطير ذا فيها. نعم، فيها أبطال صاعدة بإذن الله للأمانة. أتمنى إن شاء الله. شفنا مسابقة أو مسابقة الصفري اللي كانت الأسبوع اللي فات، كان في حضور قوي للفروخ، في طيور أنا خابرها، وشفنا حتى أمس دخول موجودة ابن منصر مع الشباب اللي أبطال، شباب أبطال طيور طيبة، هو ورياجيل قدهم يعني عارفين البطولة وتجهيزها ومنافساتها. الطريق واضح، لكن الله عطاه سبحانه وتعالى ووفقه. طبعا خلنا نتكلم بس أو على قولتهم نلف على الطلع، يعني ما شاء الله فريق برزان أثبت أنه فريق متمكن، فريق ثابت، يعني مستواه ما يتغير. مصادر أو موارد فريق برزان بالطيور صلى الله على محمد، يعني يمكنها سكرت على الطلع في المنافسات دي. طبعا أكيد أنه راح يدخل معهم الطيور حقها بتاخذه وافي، لكن أنا أعتقد أن الشباب في فريق برزان أنهم جهودهم بينت في المستوى وتعبهم وخسائرهم، أكثر من 10 طيور يعني عندهم، يعني الحمد لله لو ما يتأهل من الطيور دي إلا 2 ولا 3 فأعتقد أنهم نفسيا مستانسين. صحيح أنهم يبغون، أنا متأكد أنهم يبغون يسكرون على المراكز كلها ويأخذونها في البطولة، لكن أكيد أن فيها طيور عادها إن شاء الله بالدغش عادها بتدخل معهم، ولكن في النهائي راح يكون معهم طيور قوى بإذن الله. متعب تجهيز الطلع يا أبو سيد؟ الصقر ما في شيء تعب عليه، هو كلها متعبة، الدعو متعب والطلع متعب والهدد متعب، لأنك تفرغ وقتك وتخسر مالك، وقت ومال يعني مو بسيط. نرجع للموضوع ذا، ولكن ننتقل مشاهدينا الكرام إلى خيمة الملاك مع زميلنا راشد حمدان. أبو حمدان مساك الله بالخير وعطنا على مرة عندك. يا مرحبا ومسهلا يا أبو ناصر، الله يمسيك بالنور والسرور، مس عليك وعلى علي بن سعيد بالنور ومشاهدينا الكرام. احنا اليوم أكيد متواجدين في خيمة الملاك، طبعا أبو ناصر أنت تعرف والمشاهدين أكيد يعرفون عن خيمة الملاك بأنها الأجواء فيها جدا حماسية والناس فيها يتنافسون إخوان، ولكن روح التنافس بينهم. حيا يا مرحبا يا هلا أبو عبد الله حمد العرجاني، السلام عليكم. المتسابقين اليوم الله يمسيك، من أول البطولة إلى اليوم في بطولة سفري وبطولة راس لفان، أبرز اسم صقور الزبارة في قطر وخارج قطر. الحمد لله، أول شيء هذا توفيق من رب العالمين، وأول شيء أمسي عليك بالخير وعلى المشاهدين بالكرام بالخير، وقلت لك هذه كلها توافيق من رب العالمين، والربع اللي موجودين كلهم ترى كلهم أبطال، ترى يعني أبطال بقطر وبرا قطر كلهم لهم إنجازات، والطيور اللي تحضر ترى كلها لها إنجازات، أنا أكلمك القرانيس يعني. والحمد لله السنة توفقنا بفروخ طيبة والحين هاي ثاني بطولة، وبنشوف إن شاء الله شيء فيها أشياء جديدة بعد الربع، كل شيء بيبين في هالمسابقة. يعني البطولة اللي طافت كم رمز شليت منها؟ الحمد لله 4، الحمد لله 4 رموز في البطولة اللي طافت. البطولة ذي كم طير دخل فيها؟ الطيور كلها موجودة، يعني عندي الحين قرانيس 3، والقرانيس كلها أبطال، يعني أبطال معروفة وماخذ رموز قوية، مش رموز عادية يعني، عرفت، ماخذ رموز يعني. وعندي فروخ الله يبارك فيها، فروخ طيبة بعد سبقت عندي في السباق اللي طاف، واليوم شوفت عينك الهواء ما شاء الله قوي، نبي بس المسار، حن نبي المسار، والله يوفقنا ويوفق الربع كلهم مجتهدين والله، طيور وايد طيبة في الشوط، يعني ما لا تهضم حقها حد من ربعنا، كلهم اللي حاضرين كلهم أبطال، تعمل حسابهم غصب ما هو بطيب يعني، لا تستهين في حد يعني. الله يوفقهم إن شاء الله. حمد، أمس شافوك المشاهدين وانت هاد وانت قاعد، هل هذه ثقة من عند حمد؟ ما هو بثقة، انها ثقة، هي الثقة موجودة الحمد لله يعني، عرفت، بس لازم كل سباق اسوي لهم حركة، عرفت، لازم كل سباق اسوي لهم حركة. انا ترى حفظت حركاتك، اول شيء ترفع عشان الداعي يفهمك، والحين هديت وانت قاعد، لك حركات انت خاصة حمد، يمكن غير الربع الباقين ما في مقصور، ولكن انت لك طريقة خاصة، لازم تخبر في بعض الطيور تجرب معاه يعني، عرفت، تجرب معاه يعني، جربت معاه الحركة اللي أمس ما توفقت فيها، أقول لك الصراحة يعني ما نبكذب عليك يعني،
الطير مو متعود يهدى وانا قاعد، تعود اهدى وفوق تحت ما متعود، لكن الحمد لله زين نتاهل هو. الحمد لله نتاهل يعني. الله يوفقك ان شاء الله يا ابو عبد الله، اتمنى لك كل خير وكل توفيق. اللهم امين. الله يجزاك خير وياك، ومشكورين على التغطيه الحلوه. حاضرين. الله يرحم والديك. الاجواء ممتعه، صقور الزباره يتوعد، مشارك في البطوله السابقه وابرز في طيوره في ذا المسابقه ويتوعد فيها. علب بن سعيد بن نوره وحمد بن ناصر، اكيد انكم شايفين اسم صقور الزباره في هالبطوله وشايفين اجتهاد اخوي حمد العرجاني. الله يوفقه ويوفق جميع اكيد المشاركين اللي معاه. ونرجع لك الحين ابو ناصر. شكرا زميلنا راشد حمدان، وبالفعل الربع كلهم يعلم الله انهم مجتهدين وكلهم حاضرين من بدايه البطوله، ونقول لهم الله يوفقكم، الله لا يضيع لحد تعب باذن الله. ابو سعيد، تكلمنا عن عامل الجو وقلنا ان اليوم الهواء قوي ممكن انه ياثر على الطيور خاصه الفروخ، ولكن مثل ما سمعنا العرجاني قال انا اهم شيء عندي اليوم المسار. هو هذا بمعنى ابو سعيد واقطع كلامك بكل خير، ان الطير اللي بيطلع مساره مضبوط اليوم ما يهم التوقيت، يضمنون تاهيل الربع. نعم، لان بعض الطيور يتعود على الشط، اذا قد شط مره مرتين خلاص ما عاد عود او ما عاد خذ المسار الصحيح الا عقب اعاده للطير ذا، انك تقعد تتعب معه من جديد علشان تثبته وتركده على المسار. الهواء قوي في طاعه الله، اصدفان الطير انه اول ما يطلع من السناح هذه اللي يخليه يقول لك رب يثبت على المسار، انه ما يتاثر بقوه الهواء، خصوصا كانه اول ما يهد نازل، نزل الطير فان شاء الله اموره طيبه. لكن الطير اللي ممكن اول ما يهد مرتفع، هذا اعتقد انه راح ياثر عليه الهواء وراح يحده قصب يسار. الله يوفق ان شاء الله جميع اخواننا المشاركين. 52 او 53 اسم معنا في شوط الفرخ. انا اتمنى اليوم نشوف ابطال صاعده. حضرت معنا الطيور في البطوله اللي فاتت وبالفعل كانت مفاجاه يا ابو سيد. والله احنا نتمنى ذلك، نتمنى ان احنا نشوف طيور تأهل اهلها الى 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 ادوار متقدمه والى بطولات جايه. يعني هم ما اخذوا الطيور دي ولا جابوها هنا الا يبغونها للنواميس، يبغونها للقوه، يبغونها للمنافسه اللي تكون بينهم وبين اخوانهم. يعني فنتمنى لهم ان شاء الله انهم يتنافسون بها. الوزن ينفع اليوم؟ ينفع طريقي. اذا حافظ على المسار، اذا ما خفه الجوع، ولا مع ان الرياجيل خلاص وصلوا الى مرحله ان بعض الطيور لازم يهدوا على وزن راحه، لكنه عارف نفس الطير وداري وش ترتيبه. لكن احنا نرجع ونقول ان الطير يعني يغريه الهواء. نعم، الله يوفقهم ان شاء الله. 26 درجه الحراره، نسبه الرطوبه 54%، الرياح شمالية غربية، سرعة الرياح 32 كيلو متر في الساعة، أمس كانت 17. نعم، أمس 17 اليوم 32 يعني في طاعة الله قوية، لكنها ما عليه. بس أنا أتمنى من تقريبا من ناحلة الطيور، هي من ناحلة لكن عادها بعد تأخذ شوي، فلازم تأخذ شوي في اليمين. أنا أتمنى من إخواني حتى لو في خيمة الملاك ان الطير اللي بينهد يعني يجينا اسمه من اسواه، من صقاره ولا من اللجنه نفسها، على اساس انها فروخ نبغي نعرف اسامي الطيور ذي، وحتى المشاهد اللي يتابع الطيور ويتابع البطوله يستمتع لما يعرف ان مستوى الطير اللي يهد وش اسمه. نعم، مثل فريق لوسيل عندهم طير حاصل على المركز الاول في البطوله اللي فاتت، الطير قوي واجد، اذا ما خاب ظني انه حاصل على المركز الاول او الثاني. الطير مشري بقيمه غاليه في رصيده كذا انجاز، ولكن الشوط هذا فيه 1 2 3 طيور لهم، احنا ما ندري والله وين هذا الطير من الطيور. الله يوفقهم. اللهم امين. انت لو بتحسب الطيور كلها او الفرق الموجوده او حتى بعض الربع الفرديين، الطيور دي كلها قوي الله سبحانه، خصوصا اللي متابع وقده عارف البطولة ومستواها، يدري ان الطيور ذي تثبت في مستواها، مستوى واحد ما عاد يتغير. لكن بما ان احنا نتكلم عن فروخ ولا بعد شاركت الا يمكن بعضها، يمكن حتى ما شارك في البطولة اللي طافت او المسابقة اللي طافت، يعني ذي اول مشاركة له، نبغي نعرفه ونبغي نشوف حتى مستواه المسابقة الجاية
وش يكون وضع الطير؟ هل هو ثابت او ان الطير تغير؟ اي شيء من الاسباب معه. نعم الله يوفقهم ان شاء الله. هذا كشف قرناس الشاهين. نعم 3 اسماء الفريق الوسيل، اسم واحد الفريق النخبه، فريق لفان حاضر باكثر من اسم بعد. في غيابات اليوم في شوط الفرخ، ولكن نتمنى ان شاء الله ان الربع كلهم يحضرون. يعني حتى عندك انت الحين ذكرت الـ الـ الافرقه اللي هي في فرخ الجير، جير الشهير، لكن عندك عبد الله بن عامر. عبد الله حضوره ما مو يحضر حضور عادي. الزباره، العرجاني، محمد بن يوسف ال سالم المناعي، بعد محمد دائما اذا حضر يكون له نصيب. الشحانية طبعا، الشحانية فريق. قبل ما انتقل من ابو عامر، عبد الله عامر مسي عليه بالخير. ترى عبد الله عامر البطولة اللي فاتت وغير المنسي بينه وبين المركز الاول 20 جزء من الثانية بس. عبد الله دائما قلت لك ما يجيب الا الطير الطيب، يعني ما يحضر هنا حضور عادي. محمد بن يوسف نفس الشيء، فريق الشحانية فريق جاء قوي، حضر في المنافسات قوي، ما جاء حضور عادي. الزم لفان ان شاء الله فالهم فال اخوانهم، القحطاني الله يوفقنا وياه، يعني الاسامي اللي موجوده كلهم ما جاوا هنا، حمد بن عبد الهادي النايفه، فنتمنى لهم كلهم التوفيق. فريق الشحانيه انا سمعت انهم مشاركين بطيور من انتاجهم. ما ادري صراحه هذه المعلومه، ما اتمنى ان الربع او اذا هم يعطونا خبر عن المعلومه، او يعطونا خبر انتاج الطيور دي من وين هي جايه ولا وش الوضع. طبعا عندنا طير جاينا من تجهيزه في سيلين وفي مرمي، وهي ما ادري اذا هو بيستنكر القاعه هنا ولا لا. طير باسم نواف بن فهد بن ناصر الشافي، مسي عليه وعلى الربع كلهم، الله يوفقنا وياهم. اللهم امين. هذا اسم ان شاء الله انه يولد كبير، اسم له ثقله في الميادين الطلع، وان شاء الله انها هنا يكون من الاسامي القويه ان شاء الله. فهد بن ناصر بعد من الشباب المجتهدين، فهد حريصين على الهوايه. عز الله، الله ينعم ان شاء الله. عز الله يوفقنا وياهم. امين. اول شوط معنا مشاهدينا الكرام، شوط قرناس جير الشاهين وفريق الزم وطلع الطير، واول متسابق معنا في منافسات اليوم، وفالك التوفيق فريق الزم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يوفقك. ما شاء الله تبارك الله. صلى الله صلى الله محمد بروحه طيب. هذه القرانيس جرت شويين يا ابو سيد الحين. قلت لك ما شاء الله تبارك الله، الجناح طيب والمسار طيب. اسلم. 21 و 544 و6 اجزاء من الثانيه، فالكم التوفيق فريق الزم. توقيت الهواء، توقيت الهواء يفرضه، بس المسار ممتاز. ممتاز مروحه صلى الله محمد، ما عليه كلام. انا يعذروني، انا ترى التلفزيون ما اشوفه، انا اشوف من الميدان. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله عليه، الله يبارك له. اللهم امين يا رب العالمين، وفاله التوفيق باذن الله واخوانه المشاركين. بس اعتقد ان فيه تواقيت، عاد فيه تواقيت افضل من خلال 5 طيور 6 طيور نقدر نحدد. نعم قوة الهواء هو اللي فرض التيم ذا، فنخف الهواء في طاعة الله اعتقد ان فيه تيمات اكثر. عامل الحظ يلعب دور يا ابو سيد. نعم يلعب دور وقوي بعد في طاعة الله. الله يوفقهم ان شاء الله، لكن ان شاء الله ان شاء الله نحظهم كلهم طيب ان شاء الله. اللهم امين. كان يتكلم من شوي ابو حمدان راشد حمدان السبيعي، مسي عليه ونشكره صراحه على التغطيات الحلوه في خيمه الملاك. كان يتكلم مع العرجاني عن انك كنت تهد وانت قاعد، بعض الطيور تحاول معه ما نفع معه، مثلا رفعان اليد ما نفع معه وانت واقف، تحاول انك تقعد على اساس ان الطير ذا يثبت من الستارت على المسار انه يروح سيده. في بعض الطيور يختل، يعني ما يعطيك على كيفك، كل الاشياء تحاول تسويها معه
تضبط معك احيانا في التدريب، لكن اذا جاء الصدق او جاء لتات المنافسه اختل في المسار او اختل في طلعته من يدك او انقزانه. بعض الطيور ينقز فوق، اذا انقز فوق صدف الهواء او غير مساره كامل عليك ياخذ من وقته. نعم ياخذ واجد. الربع وصلوا الاحترافيه الله يعطيهم الصحه والعافيه، ما فيهم حيله. الربع ما عاد فيهم كلام، الربع الحين قدم مدربين. الله يوفقهم ان شاء الله من اسهم، وانا اتوقع اليوم نشوف حضور القرانيس ما فيهم حيله، اقول لك من الحين ما فيهم حيله. اخي اذا قرناس بدايتها بفريق، اذا قرناس الشاهين ما جاب تيم، ايش العاده بيجيب تيم؟ متسابر رقم اثنين عبد الله سعيد عبيدي قطيان المري. يا مرحبا يا ابو سعيد وفالك التوفيق باذن الله. توفيق ابو سعيد. حالك التوفيق باذن الله. حط الامر. يركض الطير بس يا ابويها. هذه دليل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. حلوة مرواح، صلى الله على محمد، مرواح يرد الروح ما شاء الله تبارك الله. يبارك له يا رب العالمين. اللهم امين. الله يبارك له. ما شاء الله تبارك الله. وابشر بالجرس يا ابو سيد باذن الله فاله طيب ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. اثبت شوي يكافح مع الهواء. ما شاء الله تبارك الله. يا هادي دليل حي الضمادة 23 و213 على ذا الجناح وذا المرواح كلها، عنا نستغرب التيم ذا مساره يمكن اختل شوي يعدل مع الهواء، لكن الجناح طيب والمسار ممتاز وبارك التوفيق بإذن الله. الله يبارك له. أبو سعيد مو بحاضر اليوم إلا بطير، داري إنه بيتأهل ولا الطير ولا فارق بسيط. مو بسيط والله الطير ذا، صلى الله على محمد، مو بسيط. شوف الضماد هذه بروحها، هذه بروحها ترى عند بعض الصقاقير تكفيه كأنه ماخذ الشوط. ما شاء الله تبارك الله. فريق الوسيل متسابق رقم ثلاثة، وعبد العزيز مبارك العلي مسي عليك بالخير ونقول فالك الناموس ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. يا هادي دليل. ما شاء الله تبارك الله. فريق الوسيل معودين دائما على المفاجآت، فالك التوفيق. معودين على القوة، على القوة يعني. عبد العزيز دخلته الثغة الوقفة هدد الطير السنع كله من طير. ما شاء الله تبارك الله. حلوة الله يبارك لكم إن شاء الله. 21 و784 ثمان أجزاء من الثانية، وفالك التوفيق يا فريق الوسيل مركز ثاني. ان شاء الله الهواء اليوم ما ياثر على شيء. لا لا ان شاء الله، احنا نقول ان شاء الله الطيور ولا مسار مضبوط، مسارها زين ان شاء الله، ونتمنى احنا ان شاء الله ما نشوف شيء من الطيور يختل. لا ان شاء الله، وان الله ما يضيع تعبهم. الله يوفقهم ان شاء الله التوفيق الطيب. حمد العرجاني سابا رقم خمسة سقور الزبارة، فارق التوفيق يا حمد. شوف الوقت هذه كم تاخذ من الصقار، خصوصا انك خاب الرياجيل اللي قدامك واللي وراك. شوف الطير ذا تيامن، تيامن يبغي 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 الهواء. قلت لك الطير يكافح يا ابو عبد الله، يكافح في المرواح. ما شاء الله تبارك الله زان جناح، طيب جناحه طيبه ما شاء الله. الله يبارك له الله يبارك له الله يبارك له. ما
ما شاء الله تبارك الله 22 و278 جزء من الثانية وبالك التوفيق. يعني هذا هو خذ يمين خذ يمين خذ يعني خذ من المسار واجد. هذا اللي كنا نتكلم فيه ونقول ان الطير يطلع من السناح اغلبية الطيور يدعم الهواء. نعم يحاول انه يكافح مع الهواء علشان يركض. المتسابق رقم 6 محمد عبد الهادي محمد الغبراني المري وفالك التوفيق ابو عبد الهادي. التوفيق ان شاء الله. اركض يا ابو عبد الهادي اركض 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 يا هادي دليل. ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه فالك التوفيق ابو عبد الهادي وحلوى. ما شاء الله على محمد صلى الله على محمد الله يبارك ان شاء الله انه وصوله ان شاء الله طيب وتيمه طيب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. ما شاء الله عليه مع الهواء تو وزن جناح ما شاء الله عليه. ستة وعشرين وخمسمائة ثمانية وثمانين جزء من الثانية فالك التوفيق أبو عبد الهادي. الطير طيب ومحمد أكيد إنه ما جابه إلا هو عارف وضع الطير إنه طيب وإنه معطيه مؤشرات طيبة للهدد أو للمنافسة. لكن الطير واجه اليوم هواء ويمكنه يبغي تجهيز أكثر أكثر احترافية من غير قصور طبعا في راعيه وتجهيزه. أنا أتوقع أبو سعيد اليوم ما عاد حد يقدر يطير وهو ما عنده احترافية. جميع السبل متوفرة والربع تجهيزهم علني. الطير يعطيك أشياء أحيانا تخليك تجيبه مهما كان وضعه. إن الطير طيب عطاك مجال في نفسه لكن الله يبارك. أول متسابق رقم 7 عبد الله عامر محمد الكعبي وفالك التوفيق أبو عامر. الصارم هذا أبو عامر بيسميه الصارم أبو عامر. الطير هذا عليه ترشيح من عيسى السريطي الله يوفقه إن شاء الله. اللهم أمين. الطير هذا أتوقع أنه ما صاد السنسر في المسابقة اللي فاتت. إذا ما يبارك له. الطير هذا هدى مرتين ما صاد السنسر مشاركة وإعادة وما صاد السنسر. طير طيب ما شاء الله تبارك الله وبارك الله يبارك ان شاء الله يا ابو عامر. ما شاء الله اعطاهم الامر روح الطير صلى الله على محمد هادي دليل. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك تبارك الله بارك التوفيق ابو عامر لا تبرد. الطير مهوب مو في يوم الطير مهوب نشيط لكن ان شاء الله ان شاء الله تعاود خير يا ابو عامر. ما له بالمروح من يوم طلع ما ادري لكن اكيد ابو عامر عنده الخبر اليقين. المتسابق القادم نقول فالكم التوفيق والله لا يضيع لكم تعب يا رب العالمين. فريق غلزم حضر اليوم حضر قوي وفالك التوفيق فريق غلزم. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تياسر شوي ما شاء الله ما شاء الله صلى الله حلوة. هذا الطير صلى الله على محمد يعني مساره طيب تبارك الله ومرواحه ان شاء الله مرواح السعد ان شاء الله والتيم الله تيم اتوقع تيم. 22 919 ما شاء الله تبارك الله. الطير هذا تيامن واجد تيامن عنده علوم نعم يتبع الذرة الحزم ما
شاء الله تبارك الله. شوف بعض الطيور دي اللي تيامنت اعتقد لونها مروحه سيده والجو اهدى من هذا الحين، كان فيه كلام كبير على الطيور دي في التيمات، تيماتها غير، مروحه غير. يعني شوف جناح الطير ده مو هو بجناح ال 24 وال 23، مستحيل. ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لهم يا رب العالمين. على التوفيق باذن الله. فريق الوسيل متسابق رقم 10 مع فريق الوسيل وفالك التوفيق. ما شاء الله، صلى الله محمد جناح، صلى الله محمد جناح الطيب. ها يمين يمين يمين، فالك التوفيق يا فريق الوسيل. واتوقع الله يوفق، ما شاء الله تبارك الله، الله يوفق، الله يوفق. حلوة للجناح ما شاء الله تبارك الله. 22 و539 8 اجزاء من الثانية، وفالك التوفيق يا فريق الوسيل. اعتقد ان الهواء حتى استقوى علينا، ولا اللي ضربوا كلهم الى الحين ابطال يا ابو زيد، كلهم ابطال. ما في الطيور دي ما فيها كلام، الطيور دي عندها تيمات مهيب، ذي عندها تيمات اقوى من كذا. اتمنى لهم التوفيق والله ينومسهم ان شاء الله. الله يوفقهم ان شاء الله. التوفيق. بس ابو سيد انا مستمتع اليوم بالحضور الى الحين، والوضع نعم اليوم ما فيه احد من الربع متغيب او الطيور متغيبه، والطيور اللي حضرت تعطيك دافع اليوم انك والله شوف الطيور ذي، كل طير تنطر اللي ورا، الطيور ذي على ذا الهدد اللي شفناه صلى الله محمد. الواجب عقب البطوله كل واحد حباره، لكن حباره خريش يستاهلون. حباره خريش ما في حباره عاديه، يستاهلون. عز الله من الطيور طيبه. ابو سيد تجهيز القرانيس بالذات هون من فروخ، ما هو بانها هون، هو الطير كله هواء، الطير في راسه شيء، لا هو في راس الصقار، ولا هو الطير يؤثر فيه الحر، يؤثر فيه البرد، يؤثر فيه الهواء، يؤثر فيه الشمس، تؤثر فيه كل، سبحان الله من فطرتها. لكن تجهيز الطير، انت تقول ان بعض الطيور يثبت يعرف المكان ويعرف الداعي ويروح يبغى العشاء. سكور الزبارة، أتمنى لهم التوفيق. لهم التوفيق. العرجاني هذا الذهبي نسميه، سالم فاران الذهبي في الهجن والعرجاني الذهبي في الطيور. استاهل. الله يوفقهم جميعا. اللهم. فأقول لك لأن الفرخ عادة ما بعد خذ على المسار ولا بعد خذ على أجواء البطولة، هي لين يركض الطير، إذا قد ركض الطير أعطاك المستويات اللي أنت تبغي منه. لكن يبقى التوفيق على الله سبحانه وتعالى. يعني كم ياخذون من الطيور علشان يجهزونه يطلع الصقر له بطير واحد، لو انهم بيطلعون بالطيور اللي هم صقروا كلها كان يمكن ما تعين حتى وقت. نعم. تسوي مسابقه. انطلاقه موفقه يا العرجاني، وفالك التوفيق باذن الله. واثبت. شوف العرجاني ما نزل جهازه، يعطي اوامر. انت سميته ذهبي، ذهبي يبالا التوهيج، لازم ساير 21 و500 و60 ما شاء الله تبارك الله. اعتقد انه الثاني، ثاني اعتقد الثاني. نعم ما شاء الله تبارك الله، وحلوه. الله يبارك له يا رب العالمين.
ترى اللجنة جزاهم الله خير يسير يسمعونا جرس حتى لو بدون تيم. لا أبشر أبشر. ترى أنت نوم اسمع الجرس كذا حتى لو ما بطير. لا بتسمع أنا أتوقع قرانيس. نعم. في طيور جاية أنا أتوقع أنك بتسمع. متسابر رقم 12 عبد الله سعيد عبيدك طيان المري وفالك التوفيق أبو سعيد. أبو سعيد إن شاء الله بيسمعنا إن شاء الله الجرس. فالك التوفيق أبو الله سعيد. العشرين مية بصعبة على القرانيس أبو سيد. لا والله مية بصعبة بس حن نعذرها على على قوة الهواء. الهواء اليوم في طاعة الله. ما شاء الله تبارك الله. كل طير له سياسته يعني لو الواحد بيبرق في هدادات الربع بيشوفه كل طير له وقت. نعم عارف مساره. نعم يمكن لو تفرعه مو بالطريقه ذي يمكن ما يركض. ما شاء الله تبارك الله حلوه. الله يبارك لك ابو سعيد. الله يبارك لك مروح السعيد ان شاء الله. هذه دليل ما شاء الله تبارك الله. برد على اخر شيء ولا كان سمع على جرس اليوم 22 و556 الجاي افضل ان شاء الله. الجاي باذن أفضل. الله حلوه ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك ان شاء الله ما شاء الله تبارك. نايفه فالك التوفيق المتسابق رقم 13 حمد عبد الهادي محمد مبارك بن نايفه وفالك التوفيق راعي رعد يا هادي دليل وما شاء الله تبارك الله يا هادي دليل يا الله انت يا هادي دليل اشكرك يا بن نايفه اشكرك اشكرك حلوه اللهم صل على محمد ما شاء الله صلى الله على محمد ما شاء الله ما شاء الله تابعه مبارك الله يوفق اللهم امين الله يوفق 22 و945 و4 اجزاء من الثانيه وفالك التوفيق بن نايف هذه النقزه اللي نتكلم عنها يا وسيد هذه النقزه احيانا تكون خطيره لانها ممكن ينقز يصطف الهواء يرفعه فوق لكن ما شاء الله الطير ذا عز الله ان مروحه طيب جدا جدا ما شاء الله تبارك رواحة طيب الله يبارك لهم يا رب المركز الأول إلى الحين 21 و544 ما هي بصعبة يا أبو سيد لا ما هي بصعبة وأقول لك هي الهواء ترى الهواء لو أنها أركت كان بتشوف تيمات ثانية بتشوف تيمات ثانية ما هي بسيطة لكن الحمد لله على كل حال الجو زين ان شاء الله تبارك الله الله يوفقكم ان شاء الله سابق رقم 15 عبد الله عامر محمد بن ديه الكعبي وفالك التوفيق يا ابو عامر اتمنى لك التوفيق باذن الله
انطلاقه موفقه يا ابو عامر، هذا بيعيضك ان شاء الله. صلى الله محمد ما شاء الله، وفالك التوفيق باذن الله واثبت ما شاء الله تبارك الله. حلوه ما شاء الله، الله يبارك ابو عامر، حلوه ما شاء الله تبارك الله، جناح طيب، مسار ممتاز. نبغى نسمع الجرس 21.900 21.5 أجزاء من الثانية، وفارق التوفيق أبو عامر. أعتقد أن المركز ثالث إذا ما خاب ظني، يا ثالث يا رابع، مركز الرابع. رابع، الله يوفقك. ما شاء الله تبارك الله، مسار ممتاز أبو سعيد، مساره طيب ومروحه ما شاء الله، لكن عاد وراه الطير ذا، عاد وراه. بس اليوم الكثير يتكلمون عن ان الطير اليوم له عذره في ذا الاجواء، لها عذره. متسابق رقم 16 فريق النخبه ابو محمد، فالك التوفيق، فالك التوفيق. معودنا على قوه الاشواط وعلى المنافسات او المفاجات. اعطى الامر، هذه دليل انطلاقة ممتازة، وفالك التوفيق يا فريق النخبة. فريق النخبة متابعينه ومشجعينه واجد، نمسي على عبد الله محمد البخيت في لندن، ونقول له الله يردك بالسلامة. اللهم امين. من المتابعين وبشدة مع الفريق، الله يوفقك. تبارك الله. هادي دليل 21 22 116 جزء من الثانية، وفالك التوفيق يا فريق النخبة. بعض الطيور تحس ان التيم مهوب له، لان مروحها اقوى من التيم اللي هو يجيب. بس الطيور متقاربه الى الحين يا ابو. نعم متقاربه، اجزاء بسيطه بينها، وشوف حتى الطير اللي يروح سيده وجناحه قوي هو اللي بيفرض نفسه، لكن الطيور لانها تكافح مع الهواء، شيء يروح يمين وشيء يروح يسار، فهذا ياخذ من 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 وقت الطير او من مسار الطير. اتمنى لهم التوفيق باذن الله. خامس النخبة، نعم فريق النخبة مركز خامس، أول مشاركة لهم اليوم. الربع كل طير يرد الطير اللي وراه، شله من مكانه. متسابق غادي مسكور الزبارة، شاركوا معنا اليوم طيرين، أتوقع أنهم حاضرين إن شاء الله. ان شاء الله نشوف الحين العاشر حمد بن عبد الهادي. متسابق القادم عبد الله عامر بن ديال الكعبي، اعاده للطير الاول يا ابو سيد. نعم، لان الطير اعتقد حصل له شيء في الميدان هو اللي اخر الطير. بس الطير ده يا ابو سعيد مرتين في المسابقه اللي فاتت ما صاد السنسر. لا ان شاء الله، ان شاء الله نحظه طيب، ان شاء الله نحظه طيب وردته الخيره ان شاء الله. ان شاء الله فالك التوفيق ابو عامر. حتى الطير مستعشي الطير، بس ما ياثر عليه ابو سعيد ان الثاني دعوه له اليوم. هو ما ياثر عليه، لكن انا اتكلم عن ان غديان الطير مستعشي ويبغى المرواح، ممكن يشوش، ممكن الطير. لكن طبعا شوف ابو عامر دان هادي في هدده، في شله للطير، هي فالك التوفيق ابو عامر. طبعا ابو عامر يعطي اوامر للداعي، كان يقول له تياما. نعم، ويقول له انه خليه ياخذ اليمين علشان مستوى المرواح للطير. اتمنى له التوفيق. اللهم امين، فالك التوفيق. ما شاء الله عليه ابو عامر. ما شاء الله عليه. هذه دليل. بسم الله.
خذ يمين، لكن ان شاء الله ان مروح السعد ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، حلوه يا ابو عامر. ان شاء الله مروحه طيب صف. اعتقد ان الطير ذا فيه شيء. عوض خير يا ابو عامر. 24.610 ثواني وثمان اجزاء من الثانيه. معوض خير يا ابو عامر. بادية الطير اعتقد ان ان ان, إن فيه شيء طير، ما هو قصدك مرض؟ ما ان شاء الله ان شاء الله ما فيه الا العافية، لكن اعتقد ان مرواح الطير ما هو مرواح اللي هو متعود عليه. ايضا ان شاء الله في المسابقات الجاية ان شاء الله. متسابقة رقم 17 سكور الزبارة. فارق التوفيق ابو عبد الله. سكور الزبارة المركز السادس الحين في العشرة من ضمن العشرة المتأهلين. هذه مشاركة ثانية لهم. فالك التوفيق وتي ياسر شوي. ما شاء الله تبارك الله الجناح طيب. ما شاء الله تبارك الله. اثنين وعشرين وثلاثمية وتسعة وتسعين جزئين من الثانية، واتوقع دخل مع العشرة المتأهلين. بقى معنا سبع طيور في هذا الشوط، ونتمنى لهم التوفيق بإذن الله كلهم. مسابقة رقم 18 عبد الله السعيد عبيدك طيان المري. فالك التوفيق ابو سعيد. ما شاء الله تبارك الله، انطلاقة ممتازة ومسار ممتاز. ما شاء الله تبارك الله جناح طيب. ثبت اجباري الهواء يسوي به كذا، قاعد يراوغ يمين الهواء يعني. لو يعطونا حتى 23.722 الهواء اعتقد انها يمكن يكون اقوى من 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 بدايه الهدد. قصدك سرعه الرياح؟ اعتقد نعم سرعه الرياح انها اقوى. فالك التوفيق ابو سعيد، انت اخوانك مشاركين. او اتجاهها، حتى اتجاهها اذا هو تغير ولا لا. طبعا هذه عند متسابقة رام 20 فريق الزم. وفالك التوفيق يا فريق الزم. طبعا فريق الزم عليه ضغوطات الحين لانه متصدر المشهد، هو صاحب المركز الاول الى الحين. بيدعم بعد الطير الاول والطير الثاني ان شاء الله. هذا من التوفيق أعطى الأمر. هذه دليل. خذ يمين خذ يسار وخذ يمين وروح. قل فاله التوفيق إن شاء الله. اللهم أمين. الطير هذا طيب. الله يبارك. جناح ممتاز. الله يبارك. وفاله التوفيق إن شاء الله. بعيد 24.773. لأن شوف الأجزاء ذي إيش غيرت عليه. روحته يسار وعود يمين لين
مشى مع المسار. فالك التوفيق يا فريق غزة اخوانك المشاركين، اتمنى لهم التوفيق باذن الله. المتسابقة رقم 21 فريق لفان، ونتمنى لهم التوفيق باذن الله. يلا وفقهم يا الله يا هادي دليل. اللهم امين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، صلى الله محمد. انطلاقه ستارته حلو ومروحه ما شاء الله. ابشر بالجرس. اعتقد ان شاء الله ان الطير ذا بيغير التيم ان شاء الله، اذا الله وفقه على مسار. اثبت وابشر بالجرس باذن الله. فالك التوفيق باذن الله يا فريق لفان. قرب 21,647. مركز كم يا عيسى؟ ثاني او الثالث؟ المركز الثالث. نعم ما شاء الله تبارك الله، الطير هذا قوي. اعتقد انه طلع له واحد من الطيور اللي قدامه ما شاء الله تبارك الله. شوف المسار يا ابو سعيد، هذا لما نتكلم نقول ان الطير اللي بيطلع مساره ممتاز بيتيم اليوم مسار. حتى قطعه الطير صلى الله محمد عنده حلوه، جناحها حلو، الله يبارك لهم. اللهم امين يا رب العالمين. سابق رقم 22 حمد عبد الهادي محمد مبارك من نايفة، ومعه وط خير يا ابو عبد الهادي. الطير ما شاء الله الطير لعب ذا، لا كنا شايف له شيء ولا شو. متابعة اللجنة الله يبيض وجيههم كلهم، خي شاوي وخي حمد بن صالح مقلوب شاوي الكعبي، بيض الله وجيههم. حريصين نعم. انهم يعطون كل طير حقه. نعم. الطير يعطى حقه، الطير ممكن انه شايف له شيء ومعودن عليه، الطير لو اثر عليه اي شيء في الميدان اعاده. نعم اعاده على طول، له حق الاعاده. شوف طبعا متعب مبارك بعد حضر، اتمنى لهم التوفيق. طبعا الاخوان في اللجنه ما يقدرون يخلون اي طير يدخل الصناعه عقبه الا قد تاكدوا ان الطير سواء مسك ولا بعد جده، يعطون الامر ان الربع الباقي يدخلون. اتمنى لهم التوفيق باذن الله. ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. شوف الهجال هذه عقب ذا الامطار، اللهم لك الحمد اللي الله سبحانه وتعالى ارزقنا بها ووفقنا ان شاء الله انها تغدي امطار خير ورحمه. اذا جاء موسم الفقعان يا ابو سعيد لا تنسانا. شرب الخير. لان السنه هذه اتوقع غير. والله انا اتوقع ان هل الطلع بيلهون من طيورهم. ما شاء الله تبارك الله. المتسابق رقم 23 فريق الوسيل، فالك التوفيق يا فريق الوسيل. واخر طير في الكشف وفي شوط قرناس جير الشاهين، وان شاء الله ختامها مسك. الله يوفق ومبارك. ما شاء الله تبارك الله، هذه دليل ان شاء الله ان الله سبحانه وتعالى يثبته على ذا المسار. خلاص ما نبغي منه الا ذا المسار.
والمرواح الطيب ان شاء الله صوب الداعي باذن الله انه يكون له مركز قوي. ما شاء الله تبارك الله. هذه دليل حلوة. اللهم صل على محمد. هذه دليل ما شاء الله تبارك الله. واسمع الجرس كني بسمع الجرس. 21 و70 وختامها مسك. نعم ختامها مسك. اشكرك يا فريق الوسيل واشكرك ابو سعود. فريق الوسيل وما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. الف مبروك لجميع اخواننا اللي تاهلوا معنا في منافسات اليوم. نقول لي ما حالف على حظ. تعيدك ان شاء الله في المسابقات الجايه باذن الله تعالى. والطير هذا خطير يا ابو سيد. خطير والفريق ما يجيب الا طيور طيبه ولا يقني الا طير طيب مثله مثل طبعا اخوانا كلهم من غير قصور. الطيور قويه لكن حظوظ. نذكر الساده المشاهدين باسماء العشره المتاهلين معنا في منافسات اليوم. المركز الاول اخر اسم مدون معنا في الكشف فريق الوسيل بتوقيت زمني 21 و70 جزء من الثانية. المركز الثاني فريق الزم 21 و544. المركز الثالث صقور الزبارة 21 و560. المركز الرابع فريق لفان 21 و647. المركز الخامس أيضا فريق الوسيل 21 و784. والمركز السادس عبد الله عامر محمد الكعبي 21 و921. المركز السابع فريق النخبة 22 و116. المركز الثامن صقور الزبارة. والمركز التاسع أيضا صقور الزبارة 22 و399. المركز العاشر فريق الوسيل 22 و539. ما شاء الله تبارك الله تقريبا 400 جزء من الثاني يا أبو سعيد فرق بين المركز الأول والثاني. فرق كبير. فرق كبير لكن ترى الطيور ذي الموفق الله سبحانه وتعالى. بس مرواح طير الوسيل مروحه طيب وستارته قوي واتجاهه صحيح يعني لا راح يمين ولا يسار وهذا اللي خدمك ما شاء الله. مع ان احنا شفنا طيور مروحه سيده لكن جابت تيمات اقوى اكثر من من من, من الطير ذا يعني جابت اجزاء زياده اللي في 400 او في 300 جزء. هذه شوف فرقت عن الطيور الباقيه معها. لكن انا اتوقع ان ان النهائي بيكون قوي حتى على 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 الطيور. والمسابقات الجاية إن شاء الله بتفرض أسامي ثانية. المفاجآت واردة يا أبو سيد في النهاية. واردة جدا واردة جدا يعني طير عبد الله بن 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 دية أنا متأكد أنه ما هو متوقع منه الهدف ذا ولا الصفة ذي ولا الوصول ذا اللي هو ما هو يتوقع لكن جاء إجباري. طبعا نشوف أن شمالية غربية 32 اعتقد نفس ما بدينا. نعم بس ما ادري عن اتجاه الريح هل هو نفس الشيء ولا تغير. انا ما شفته البدايه شماليه غربيه نفس الشيء. نعم ما تغير اللهم لك الحمد. اجواء ولا اروع لا البطوله ولا حتى الكشات ومطر وخير. شوف شوف الماء ذا بروحه يزيد في الروح عز الله. الحمد لله رب العالمين. الله يمننا بأمانه ويحفظ وطننا يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين. جميع بلاد المسلمين الخيرات ذي. تعديل اخير على الاسماء المتاهلين معنا في المنافسات اليوم. طبعا تعديل من قبل اللجنه. المركز الاول فريق الوسيل، المركز الثاني فريق الزم، المركز الثالث صقور الزباره، المركز الرابع فريق الوسيل، المركز الخامس عبد الله عامر بن ديال الكعبي، المركز السادس فريق النخبة، المركز السابع والثامن صقور الزبارة، المركز التاسع فريق الوسيل، المركز العاشر عبد الله سعيد عبيد الطيان المري. ألف ألف مبروك جميع إخواننا اللي تأهلوا معنا في منافسات اليوم. طبعا التعديل يجي أبو سعيد بعد مراجعة السنسر وإعطاء كل ذو حق حقه. نعم صحيح وهذا كلها أبديت يجي من اللجنة المنظمة واللي مشرفة وقائمة على المهرجان أو البطولة. الله يوفق إخواننا المشاركين بإذن الله. في انتظار الشوط القادم شوط دعو فرخ جير الشاهين. طبعا حن أبغي أشكر مخرجنا صراحة على ذي اللقطات الحلوة للمطر لكن هو يبغينا نطلع حن ما عاد هم قاعدين إذا الهجال كلها حولنا.
سي اخواننا اللي يكشتون انهم يحافظون بعد على الروض يا ابو سيد. والله هذا الكلام نقوله دائما وابدا، يعني هذه القاع ذي قاعك اول شيء، هذه ارضك انت، الرضان ذي تعتبر لك كشخص في ذا الديره. ثانيا فاللي بيك لامك شيبانك اللي بيروحون يتكشتون، ما انت تخرب القيعان ذي تذبحها، ثار الموتر فيها يمحي الشجر ما عاد يطلع فيها لا عشب ولا غيره، ولا لك مصلحه اصلا انك تدخل الروضه، ما لك مصلحه. يعني ايش اللي انت بتسويه فيها، ولا وش العجز اللي فيك انك تاخذ بسطه ولا كراسي وتحطها في نص الروضه وتقعد على كيفك؟ نعم. ولكن السياره لا تدخل. هذا اللي احنا ناكد عليه، نقول لاخواننا اللي يكشتون خاصه، يعني شوف المنظر ذا، منظر رجال ترى منظر يثلج الصدر. هذه اعاده للطيور اللي متاهله معنا، فتشوفون من المركز العاشر وحتى المركز الاول، ونتمنى لهم التوفيق. هذا المتسابق رقم واحد في دعو فرخ جير الشاهين يا ابو سعيد، هذا طير صلى الله عليه محمد، غياب فريق او غياب رقم واحد وحضور رقم اثنين فريق الوسيل، وفاتحة خير ان شاء الله. الله كريم. شوف ابو سعود افتتاح ان شاء الله برغم قوي، مروح طيب، الله يبارك الله يبارك الله يبارك. فرق جير الشاهين ما شاء الله، فريق الوسيل عبد العزيز مبارك العلي يا هادي دليل، بارك الله وابشر بالتوقيت يا ابو سيد يا هادي دليل، ما شاء الله تبارك الله. 23,762 في فرق بينها وبين القرانيس ابو سعيد في التوقيت، ولا في فرق؟ الطير ذا كان جاب تيم، لكن الطير ذا كانه اخر شويه ومقبل على مقبل على الداعي، كانه راض شوي الطير، كان جناحه شوي راض. موفقين اخواننا، ونتمنى لكم التوفيق باذن الله. شوف رقم اثنين اعتقد اللي جاي بعد طير قوي وفريق قوي، ما اعتقد انهم يجون كذا. طبعا ابو سيد احنا ناكد على او نعرج على الشباب اللي يدعون العماله، انهم متميزين اليوم ان اغلبيتهم لابسين الثياب الزرق، وحنا تكلمنا في هذا الموضوع اكثر من مره، وقلنا ان يميز اللون او اللون ان الداعي يلبس ثوب مميز على اساس ان الطير ينتبه له. شوفه، لكن ترى الثوب الابيض ما هو بسيط، خطير الثوب الابيض. انا شفت واحد منهم امس مميز جدا بالثوب الابيض، ما ادري هو لان احنا متعودين نشوف ازرق وعقبه طلع لنا ذا، فوصلوا الاحترافيه حتى لهذا المستوى ما شاء الله تبارك الله. لا صلى الله على محمد، الله يوفقنا واياهم. وترى يعني جزء من النجاح هذه للفرق العمال اللي يدعون او الصقاقير، ما نبغى نقول عمال، نبغى نقول صقاقير. عزلهم الله يعطيهم الصحه والعافيه، ونتمنى لهم التوفيق. نقول للاخوان اللي داخل السناح خلوكم جاهزين، ترى الجو الحين ما يتطور، خاصة الجرة الجو بارد يا أبو سيد.
لا لا الجو الجو من افضل الاجواء اللي هم بن قوه الهواء شوي على الصقر علشان مستوى مروح الطير ولا اللي غيرها ما يبغي كلام. نتمنى لهم التوفيق باذن الله. واتمنى ان الهواء ما ياثر حتى على السنسر، يعني قوه الهواء ما تاثر على السنسر علشان الهدد. فريق النخبه اتمنى لهم التوفيق. سبع رقم ثلاثه من منافسات هذا الشوط فريق النخبه، فالكم التوفيق يا فريق النخبه. تابعوا يا اهل لندن واستمتعوا. فالكم التوفيق يا فريق النخبة. يا هادي دليل ما شاء الله ما شاء الله عليه ما شاء الله يا هادي يدلي طلقة ممتازة يا هادي يدلي صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد ما شاء الله فالكم الله يوفقكم الحي يحييك الله يبارك لهم يا رب العالمين يوفقهم ما شاء الله تبارك الله وان شاء الله تيم الطيب 22 و900 يستاهلون 91 يستاهلون الحي يحييك اول نعم حي يحييك ما شاء الله تروح معه ما شاء الله تبارك الله الله يبارك لهم ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله انا توقعت من الفروخ اداء ما شفته اليوم وان شاء الله ما هم شايفينه لا لا ان شاء الله ان شاء الله ان فالهم كلهم فال السعد ان شاء الله والمروح الطيب اللهم امين باذن الله انها ماشي منها يلف يمين ولا يسار اللهم امين اتمنى لهم التوفيق باذن الله متساب رقم 4 عبد الله عامر محمد بن ديال الكعبي الله يعوضه الطير ده ان شاء الله ابو عامر اللهم امين تياسر شوي من الهواء وعود على مسارك حلوة جناح طيب لا 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 ليه ليه جاك السلامة جاك الخير معوض خير يا ابو عمر انا بسمي ابو عامر مشاكس والله ابو عامر من غير قصور في اخواني كلهم وجه طيب وراكد ودائما يجي براحه ويطلع براحه لكن الطيور ذي اليوم اغلبيه الطيور شطته تحصل لها مشاكل في الميدان شطته اليوم ما ادري ايش السالفه خليك صامد يا ابو عامر لا ما عليك العرجاني قور الزبارة محمد يوسف فريق الشحانية شوف أسامي كلها تقتني طيور طيبة ما شاء الله تبارك الله أنا أتوقع أن احنا نشوف اليوم الفارق في الطيور على أساس أن احنا نشوف إن شاء الله بطل صاعد مع قرانيس الزمان الجاي الحين أنطر من غير قصور في طبعا أخواني أساميهم متكررة وأبطال وأنطر رقم 10 وأنطر رقم 18 طير عبد الله بن حاضر الحطاني وطير نواف بن فهد الشافي الله يمسيهم بالخير نقول لهم بالكم التوفيق ان شاء الله اعتقد انهم يكافحون بقوه علشان يدخلون مع الابطال الموجودين او الاسامي والفرق والافراد الموجودين متابعه رقم 5 سكور الزباره بالك التوفيق ابو عبد الله
يا هادي دليل الذهبي روح ما شاء الله تبارك ما شاء الله الله يطرح البركه روحه طيب مساره زين مساره ما شاء الله فالك التوفيق والجناح طيبه بشر الله يبارك له الله يبارك له الله يبارك له الله يبارك له روح يا ابو عبد الله عط التعليمات القويه ما شاء الله تبارك الله هادي دليل 23 و274 جزء من الثانية فالك التوفيق أبو عبد الله سابر رقم 6 محمد يوسف احمد سالم المناعي وفالك التوفيق ابو يوسف الطير هذا متاهل معنا في البطوله اللي فاتت اذا ما خانتني الذاكره ابو سيد ونتمنى له التوفيق باذن الله التوفيق ان شاء الله شوف هي تلفت على التيم ما يبغى الطير يتاخر نقز الطير ترى ايه النقزه ذي مشكله مع الهواء نعوض خير باذن الله احيانا يعني بعض الطيور لا تقدر تقصر عليه ولا تقدر حتى تعطيه مستوى عشاه اللي هو متعود عليه اذا جات المسابقه لانها ممكن تغير فهنا بعض الطيور يتغير مزاجه الطير نفسه ابو سعيد اذا قصدت نفسه حتى في مثل يقول لك نفس ذا نفس طير هذا شيء معروف كل شيء يغيرها الله يضيع على حد منهم تعب يا رب اللهم امين
حساب رقم 7 فريق الشحانية، ونتمنى لك التوفيق يا فريق الشحانية، ودائما حضورهم فيه مفاجآت. نعم، حضور قوي ومستوياتهم مستويات الحضور صلى الله على محمد. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. التوفيق يا فريق الشحانية. ما شاء الله تبارك ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك ما شاء الله تبارك الله. حلوة، مسار ممتاز، جناح طيب والحمل ثقيل. كل هل الشحانية متابعين يا أول مستوى الطيب يا فريق الشحانية. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الصمل 22 يستاهل، 127 يستاهل، أجزاء من الثانية يستاهل. ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقهم. ممتازة، مسار ممتاز، جناح طيب، جناح طيب الله يبارك. ما شاء الله تبارك الله، ومركز أول في منافسات هذا الشوط إلى الآن. عاد عندك أسامي، عاد عندك طيور طيبة جاية إن شاء الله في الطريق. نتمنى لهم التوفيق بإذن الله. متسابقة رقم 8 في منافسات هذا الشوط فريق الزم، وفالك التوفيق يا فريق الزم. وقت فريق الزم انتبه. نرجع ونذكر الاخوان انه من يوم تفرع طيرك عندك دقيقة واحدة، دقيقة وعقب عطى الامر. ما شاء الله تبارك ما شاء الله. ما شاء الله ارجع. ما شاء الله ما شاء الله عود يا هادي دليل. ما شاء الله عليه هيد الجناح. ما شاء الله ما شاء تبارك الله عليه. ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. ما شاء الله تبارك الله، ابشر بالتوقيت. ما شاء الله. لا 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 تاخر 23 و996. خذ يسار والروحه ذي يسار بروحها تغير على الطير او تاخر الطير. الطير اللي ما يطلع من يدك ستار تسيده على نفس المسار ولا نفس لازم ياخذ. نعم صلى الله على محمد. لازم ياخذ وقت. مسار جدا ممتاز، واتمنى لهم التوفيق باذن الله. متسابق رقم 4 الطير هذا اعاده. انا اقول لك ابو عامر اليوم الله يوفقنا وياه، سميته المشاركة. الله يوفقنا وياه عبد الله عامر محمد مدير الكعبي، وفالك التوفيق ابو عامر. مالك التوفيق ابو عامر. حلوة ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك. رجع شوي. الله يبارك. شوف رجع خذ يسار، ترى اليسار ذي مشكلة. جناح طيب الله يبارك. 23 و872 جزء من الثاني. فالك التوفيق ابو عامر. كان ودنا يكون فريق القمة موجود، جاءوا امس خذوا مركز وراحوا، نبغيهم مع الطيور ذي. غايب عبد الرحمن يا وسيم. اكيد. متسابق رقم 10 عبد الله ناصر. عبد الله حاضر قحطاني. فالك التوفيق. وفالك التوفيق ابو ناصر.
ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. يلا ثبت مساره ما شاء الله تبارك الله. هذه دليل. الله يبارك لك ابو حاضر. مسار طيب. ممتاز. مروحه طيب. انزل مروحه طيب. الله يبارك الله يبارك. اثر على الارتفاع. تاخر. نعم تاخر. عوض خير يا ابو ناصر. 26 165 وفالك التوفيق باذن الله. لوسيل. نعم متسابقة رقم 11 فريق لوسيل. وفالك التوفيق فريق لوسيل. الله تبارك الله. دائما راعي الطير ما يبغي منه الا ذا المسار. اليوم يبغى يضمن تأهيل بس. على الجهد كله يبغي منه بس المسار. اذا قد روح على المسار الصحيح وهو مد اللي عليه بيض الله وجهه ريحني. ما شاء الله تبارك الله. 21 يستاهل لوسيل. الف مبروك يا فريق لوسيل. حلوة ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك. احنا اليوم نتكلم عن المسار ونقول الطير اللي بيمسك له مسار. نعم اللي بيمسك بيريحني انا كصقار وبيفرض وجودي بين الصقاقير اللي ماخذين المراكز الاولية. ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقهم ويبارك لهم يا رب العالمين. فريق النخبة علي محمد. نعم لكم التوفيق ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق يا فريق النخبة. يا فريق النخبة يلا على دليل. اخر ثواني. هي هذه دليل. ما شاء الله ما شاء الله. الله اثبت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جناح طيب ومسار ممتاز. روح يا هذه دليل باذن الله. يا هذه دليل توقيت يا فريق النخبة. تأخر 22 و337. ما شاء الله تبارك الله. الله ان مروحه طيب. الله مساره ثابت. المركز الثالث ونتمنى له التوفيق باذن الله. والطير هذا اتوقع تنتهي مع اقوى من التيم ذا على حسب مساره وجناحه. ولكن المركز الثالث نتمنى له التوفيق باذن الله. الافرقه اليوم حاضرين بقوه يا ابو سيد. والله الأفرقة كلهم متجهز كلهم متجهز. الله يوفقهم إن شاء الله. تقدر نحن وصلنا إلى 13 عبد الله بن دية. صحيح. ولا سكور الزبارة. سكور الزبارة. متسابقة رقم 14. سكور الزبارة. فالكم التوفيق بإذن الله.
يهدي دليل ما شاء الله تبارك الله صلى الله على محمد. طلعه ممتازه جدا ما شاء الله مسار ممتاز وبشر بالتوقيت يصبر الزباله كرب على روحك يا ابوي اكثر شوي يا ابوي سرعه اكثر فالك التوفيق يصبر الزباله حلوه ما شاء الله تبارك الله 22 صافي 19 جزء من الثانية المركز الثاني أو الثالث أنا أتأكد المركز الثاني الثاني نعم ما شاء الله تبارك الله حضور ممتاز انطلاقة ممتازة أشكرك يا الذهبي على التجهيز أنت شف الانطلاقة في البداية أبو سيد طلع الطير محول على طول ما له نية يرتفع ما شاء الله الله يبارك لهم هذا اللي نقول ونعرج عليه أن الطير إذا نزل من السناح على طول يثبت مساره إن شاء الله متسابر رقم 15 حمد عبد الهادي محمد مبارك بن نايفة وفالك التوفيق يا أبو عبد الهادي ارتفع الطير ذا ارتفع مع أنه مروح لكن الله ما شاء الله عليه والله يطير ذا انه حرام يرتفع مروحه طيب ما شاء الله تبارك الله ومعوضين ان شاء الله معوضين ان شاء فريق الشحانية تصور رقم 16 فريق الشحانية فارق التوفيق أبو ماضي أبو ماضي يبغي كرت ثاني التعزيز مطلوب نعم يبغي كرت ثاني وكرت قوي بعد ما هو بي كرت الشحانية الآن مركز ثالث توقيت 22 و 127 عشان كذا هم يدورون الكرت ذا لا يروح عليهم راح من ورا السناح معاوض طيب وماضي عوض يا ابو ماضي والطير ما له سنع ورا السنع الله يهدي السنع كلها في الميدان غد اعتقد انها رقم 17 نعم محمد يوسف ال سالم الله يوفقنا وياه اللهم امين هذا الطير الثاني انا خابر ابو يوسف اذا ما خفضني انه متاهل معنا في البطوله اللي فاتت كان عنده طير قوي وانا بداري هو ذا ولا اللي قدامه ان شاء الله انه يعوض عن اخي ان شاء الله ان شاء الله فالك التوفيق ابو يوسف
توغيت يا ابو يوسف يحاول انه يركده علشان على اخر يشوف. ثواني طلع والله خذ يسار وارتفع لا انزل ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله الله يوفقه بس اعتقد ان الانحراف هذه والارتفاع انه ياخذ من وقته ولا الطير صلى الله عليه محمد مروحه طيب جناحه قوي أربعة وعشرين ومية وواحد وعشرين جزء من الثانية معوض خير معوض خير معوض خير وصلنا إلى تجهيز مرمي وإلى تجهيز شقرة وإلى الجنوب 18 الربع جاهزين على اللي الحين قاعدين نشوفه أنا نعم أنا أشوف الربع جاهزين ما فيهم حيلة ما شاء الله طبعا ترشيحات قوية على الطير أتمنى أنه إن شاء الله يدي المطلوب منه بقوة اللهم آمين نتساب رقم 18 نواف فهد ناصر شافي الشافي وفالك التوفيق أبو ناصر فالك التوفيق أبو ناصر والتوقيت مطلوب شوف شوف التيم يا هادي يا ذي المروح طيب أهم شيء لا يستنكر إن شاء الله القاع اللي تحته الله يوفق طيب هذا مجهز جنوب نعم جنوب أموره طيبة إن شاء الله ونقول يا هادي يا دليل يلا أنت فرحنا وياهم طبعا نبغي نواف بأن فهد يستانس ونبغي يفرح ويشوف طيره ما شاء الله أداء ممتاز والتيم يبغى له شوي بعد معوض خير يا ابو اداء ممتاز والتيم واجد معوض خير ان شاء الله معوض خير ان شاء الله الجايات ان شاء الله افضل باذن الله بس التجهيز يبغي له يبعد عن 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 ميدان الطلع سابا رام 19 فريق الوسيل وفالك التوفيق فريق الوسيل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طلاقة ممتازة فريق الوسيل صلى الله على ممتاز مسار ممتاز ما شاء الله عليه الله يوفق فريق الوسيل وفريق الوسيل دائم عبودنا على المفاجآت ما فيكم حيلة فريق الوسيل الله يبارك الله يبارك الله يبارك التوقيت في خطر 22 395 ليش نبغي أقوى من كذا والله توقعتها أقوى ما شاء الله مروحة صلى الله على محمد مروحة طيب المركز الخامس شرس في المروح لكن التيم شوي نبغي أفضل عامر متسابق رقم 20 عبد الله عامر محمد بن دير الكعبي وفالك التوفيق ابو عامر
توفيق ابو عمرو. توقيت يا ابو عامر ما شاء الله ما شاء الله مروحه طيب الله يبارك انطلاقه ممتازه الله يبارك ان شاء الله انا بيعوض في اخوانه الله يكرم يفرح سقاره ان شاء الله ينومسه يا هادي يا دليل الجناح ممتاز يا هادي دليل 23 418 جزئين من الثانية وفالك التوفيق أبو عمر ترى من ضمن العشرة متأهلين الحين نعم مركز الثامن احنا نبغي في الواحد وعشرينات الواحد وعشرين زين احنا نبغي الجرس الواحد وعشرين يجيب الجرس اليوم مع الهواء الواحد وعشرين زين يجيب الجرس لكن الأيام العادية أو الأيام اللي فيها الهواء فيها راكد سكور الزبارة سبرا 21 وسكور الزبارة حاصلين على مركز ثاني إلى الآن في هذا الشوط والتعزيز مطلوب يا سكور الزبارة فالكم التوفيق فالكم التوفيق تدري عندك ثمان متسابقين كلها فرق وكلها ورا الثاني هذا ما يخلق روح المنافسة يا وسي منافسة قوية يعني عندك إلزم لوسيل الشحانية النخبة لفان إلزم الزبارة ولوسيل كلها ورا بعض ترى هذا نقز تياما واجد وبيعوضكم إن شاء الله يسكن الزبارة وحل وزن جناحه زان جناحه الله يوفقه إن شاء الله الطيور دي بعضها عادة يبغي تأسيس أكثر على المسار 22.853 يعني شوف مع النقزة ومع روحته يسار ومع الصفة في الأخير جاب 22 فعلك التوفيق سكور الزبارة في غيابات اليوم يا ابو سيد والله لحد الان ما شاء الله ما شفنا يمكن واحد او اثنين لكن الباقيه ما شاء الله موجوده متسابق رقم 22 فريق الزم فالك التوفيق يا فريق الزم وضينا فريق الزم معوضين فريق الزم
سابر رقم 23 فريق لوسيل. فالك التوفيق يا فريق لوسيل. ما شاء الله تبارك الله وبشكل التوقيت يا ابو سعيد. الله يبارك. ابشر بالتوقيت يا ابو سعيد. ما شاء الله تبارك الله. 21 و200 ما شاء الله. 51 قلت لك نبغي ال 21. ما شاء الله الله يطرح البركة. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. اعتقد ان لوسيل كان يصعب ال 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 النتائج على من غير قصور طبعا على الطيور الباقيه اللي وراه. الطير هذا يا ابو سعيد ينعد له حساب في النهاية. طيب مروحه طيب ومساره زين مع انه برد ما عليه من التبريده هذي. ما شاء الله تبارك الله. فريق لوسيل مركز اول ومركز ثاني يا ابو سعيد. الله يوفقهم. وش تعني له الصقار ابو سعيد ضربة الجرس وهو داخل السناح؟ اذا هالطير هو عود على اخويا في الخيمة اكيد انها تعني له شيء كثير. تعني له والله حذفان الغترة ما ذهب لان الشيء مو بسيط وداخل مع ابطال ومنافسة بينك وبين اخوانك الله يوفقك وتعب وخسائر وشموس. متسابق رقم 25 فريق النخبة. فالك التوفيق يا فريق النخبة. توقيت يا فريق النخبة. شوف احيانا ودك بالطير الراكد بس مو باللي يتاخر وياخذ الوقت كله. انتهى الوقت ومعوض خير يا فريق النخبة. هذا اعتقد ثاني طير عند فريق النخبة من امس واليوم. عوض خير يا فريق النخبة. صعبوها فريق لوسيل مركز اول وثاني ب 21 مركز الثالث 22 فلات. فالهم التوفيق ان شاء الله. تسابق رقم 26 فريق لفان. الله يوفقهم. اللهم امين. وفالكم التوفيق يا فريق لفان.
شاء الله تبارك الله وابشر بالتوقيت يا ابو سعيد. والله ما شاء الله ما شاء الله فريق لفان فريق الله ثبت على نفس المسار بعد المجهود كبير جايب طيور طيبه تبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يا اخي تحس المسافه انها طول ما شاء الله تبارك الله الله يا اخي ودنا نسمع الجرس باذن الله تسمع 23 و116 كارب ثانيه كارب على جناحه والمسار ممتاز والله المسار والله المسار ممتاز ما شاء الله تبارك الله ان شاء الله انهم موفقين وان شاء الله الله يبارك لهم والجاي افضل ان شاء الله اللهم امين عندهم ثلاثة طيور عند فريق دفان متساب رقم 28 سكور الزبارة فالكم التوفيق سكور الزبارة 28 فالكم التوفيق سكور الزبارة سكور الزبارة الحين مركز ثالث فمطلوب منهم جهد شوي والطيور مطلوب منها توقيت على أساس أنهم يعززون ما شاء الله تبارك الله انطلاقة ممتازة مسار الله ممتاز الله يبارك خليه يقرب على جناحه أكثر طيب. بارك التوفيق ابو عبد الله 22 و868 وجزئين من الثانيه بعد الخامس هذا ما وفالك التوفيق المركز الثامن ثلاثين اعتقد عندنا مناعي نعم محمد يوسف احمد ارسال من مناعي متساب رقم 30 وفارق التوفيق ابو يوسف فارق التوفيق ابو يوسف ما شاء الله تبارك الله المسار ممتاز طول جناح طيب وثبت الله يوفق الله يوفق فالك التوفيق ابو يوسف فالك التوفيق ابو يوسف والتوقيت 23 فلات و884 جزء من الثانية متساب رقم 31 عبد الله عامر محمد بن دية الكعابي وفالك التوفيق ابو عامر عطى الأمر
انطلاقه مميزه، الجناح بارد شوي واصمم ما شاء الله تبارك الله. الجناح والله قوم الهواء زان جناحه يا ابو زيد، زان جناحه ومساره ممتاز وما شاء الله تبارك الله. 19 20 23 3246 وفالك التوفيق ابو عامر. واداء الفروخ اليوم يا ابو سعيد الحين ممتاز جدا، ممتاز ومسارها طيب، يعني نادر منها اللي اخلف تجهيزه ما شاء الله تبارك الله. هذه كلها توفيق الله الاول سبحانه وتعب الصقاقير وثقتهم اصلا حتى في صقارتهم ما شاء الله تبارك الله، ما فيهم حيله. 32 فريق لفان وفالك التوفيق يا فريق لفان. الربع اليوم اغلبيتهم يبغى تاهيل يا ابو سعيد، ما يبغى صداره. نعم يبغى تاهيل، يبغى يثبت مع اخوانه ويبغي جهد تعبه. تاهيل من ضمن 53 طير مو بسيط، طلع منها 10 يا ابو سعيد. عقب من ذا الطيور طيب. كلها وذا الصقاقير وذا التعب وذا ما شاء الله تبارك الله وابشر بعشر. ياسر شوي الله يوفقهم، مهما مين ثبت الله يوفقهم، دق بزوريك الارض ما شاء الله تبارك الله. هذه ما شاء الله تبارك الله، شوف الجناح يا ابو سعيد ما شاء الله، الله يبارك لهم الله يبارك لهم والله. 22 و100 واثنين مركز سادس، لا مركز سابع اذا ما خاب ظني. اعطنا المركز يا عيسى، المركز الرابع ما شاء الله توفيق 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 ما شاء الله يا فريق لفان. رقم 37 ملك فريق لوسيل وفالك التوفيق يا فريق لوسيل. طبعا والواثق فالك التوفيق عبد العزيز مبارك لوسيل. ما شاء الله بس انها ارتفع ايش بلاه، عدل مع الهواء حول وجناحها طيب ولكن انطلاقتها ما كانت موفقه. البدايه كانت طلعته فيها 22615 مركز تاسع تقريبا او ثامن. طير هذا لو انه حول يا ابو سعيد من البدايه في البدايه لو انه على طول وما اخذ هو بعد روح يمين وعقبه زيد عود. فالكم التوفيق يا فريق لوسيل. فريق وسيل إلى الآن مركز أول ومركز ثاني.
فريق الشحنية. نعم المتسابقة رقم 38 فريق الشحنية. الله يوفقهم. والطير هذا قوي أبو سيد. الله يوفقهم. الطير هذا خطير. أنا خابره من البطولة اللي فاتت. وفالكم التوفيق يا فريق الشحنية. ما شاء الله تبارك الله. الله يوفق. ما شاء الله. طلاقة ممتازة. ما شاء الله. جناح ممتاز. ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد. حلوة. كرب على جناح. روح. التوقيت. يا فريق الشحنية. بعدي 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 بعدي. ها. 22,764. ما شاء الله تبارك الله. الله يوفقكم يا فريق الشحنية. فالكم التوفيق يا فريق الشحنية. ترى فريق الوسيل يا ابو سعيد هو صاحب هذا الشوط في المسابقة اللي فاتت بطولة الصفري. واعتقد انها بيسكر على الشوط صاحب الشوط الاول صاحب المركز الاول والمركز الخامس في هذا الشوط. المتسابقة رقم 39 سالم خجيم علي العذبة. فالك التوفيق يا ابو خجيم. فالك التوفيق يا ابو خجيم. ان شاء الله انه يروح مروح السعد. لا الشوط انطلق ممتازة. الله يوفقك ابو خجيم. خذ يسار شوي لكن ان شاء الله مروحة طيب. ان شاء الله اتمنى لك التوفيق ابو خجيم. ما شاء الله تبارك الله. اثبت اثبت. ما شاء الله. راح يمين راح يسار. تاخر تاخر 23 487 اجزاء من الثانية. وصاحب هذا الشوط هو صقور الزبارة يا ابو سيد. المسابقة اللي طافت. نعم صاحب هذا الشوط هو صقور الزبارة في بطولة صفري قطر. نتمنى لهم التوفيق. وصاحب المركز الثاني كان فريق الشحانية. والمركز الثالث الشيخ احمد بن عبد العزيز الثاني. المركز الرابع ايضا صقور الزبارة. المركز الخامس فريق الشحانية هذه او فريق لفان. هذه نتائج مسابقة بطولة الصفري اللي كانت قبل اسبوع. واليوم اشوفها تغيرت الموازين في التأهيل. نعم انقلبت. نعم لكن المسابقات جاية. المسابقات جاية والنهائي جاي. النهائي بعد المفاجآت واردة وخاصة في الفروق. الحين ما نبغى نذكرهم الحين بالنهائي عشان ما يغدي عندهم إعادة ولا تغيير على الطيور. ونبغيهم على راحتهم. بس يختلف أداءها اليوم من أداء النهائي أبو سيد. والله شوف النهائي خلاص ما عاد عنده. لكن هم يمكن فيه نقطة أنا ما تغير عليهم. ليه؟ لأن النهائي عقب يومين أو ثلاثة أيام عندهم مسابقة جاية. ما عاد يقدر يغير على الطير ذا شيء لأنه التغيير عليه ورده يحتاج وقت. يبغي وقت. نعم أتوقع بس عامل الهواء هو اللي يمكن يغير شوي. والله أنا أشوف أن عامل الهواء اليوم ما أثر على الطيور ذي ما شاء الله. صلى الله على محمد. والله يبارك لأهلها خاصة أنها فروخ بعد. نعم يعني كلها صلى الله على محمد. طيور ثابتة على المسار. انطلقتها كلها جيدة. يعني عطت اللي ما عطى يمكن قوة جناح في المسار لكنها ثابت على المسار واتجاهها صحيح للداعي. فأعتقد أن هذا إن شاء الله يقدر يطوره أكثر ويعرف ميزانية الطير هذا وش اللي عليه. نتمنى لهم التوفيق بإذن الله. بالنايفة متسابق رقم 42 حمد بن عبد الهادي محمد مبارك بالنايفة. وفالك التوفيق أبو عبد الهادي. فالك التوفيق أبو عبد الهادي. Thank you.
شاء الله ما شاء الله تبارك الله، انطلاقه ممتازة، مسار ممتاز، اصمر شوي، فالك التوفيق ابو عبد الهادي. لا تقول له اصمر، قل له ادعس زيادة. 22 836 والتوفيق ابو عبد الهادي. سبعة رقم 43 عبد الله سعيد عبيدي قطيان المري، فالك التوفيق ابو سعيد. هذه دليل ابو سعيد وفالك التوفيق. توفيق ابو سيد. يا من عود جلك الزين. عود. عوض خير يا ابو سيد. شوف الهواء شو يسوي في الطير، يروح يلعب. عوض خير يا ابو سيد. قاعد ما بعد يقبضه. صلح له الجو والمرواح والهواء. حزت عاشه وبراد. نعم. متسابر رقم 44 فريق لفان. فالك التوفيق يا فريق لفان. فريق لفان يحاول انها يدخل بين المراكز القوية الأولية بعدد اكثر من الطيور. اتمنى لهم التوفيق والتوقيت يا فريق لفان. طلع على اخر ثواني ما شاء الله، انطلاقة ممتازة. يا هدي دليل، مسار ممتاز، بس الله يوفقه. ومتابعة من الصقار. واصمر شوي. الله يوفق، الله يوفق. وقت عشاء وداعي ممتاز. ما شاء الله تبارك الله. فالك التوفيق يا فريق لفان. والتوقيت 21 و900 و
وستين، ومن ضمن الخمسة مراكز الأولى يا ثالث يا رابع. أي مركز؟ المركز الثالث. فالك التوفيق يا خير. يستاهلون. قلت لك المكافحة هنا في الميدان مكافحة. والمفاجآت واردة يا أبو سيد. والله واردة والطيور قوية. بس عاد فيها طيور، عاد فيها طيور، عاد فيها طيور بتسوي خبر. 47 عبد الله عامر ومحمد مدية الكعبي والطير هذا داخل في الخمس المراكز في النهائي. طير عجل، طير عجل ياسر عامر. بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ياسر واجد عود يبغى الذرع ارتفع. لا 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 شاف السواد هذي اللي في شاف السواد هذي ولا شو الموضوع عند الكيبل. عوض خير يا ابو عامر وتغطي ذا الاعاده. ابو عامر الله يوفقنا وياك. ابو عامر مشاكس، انا قلت لك ابو عامر مشاكس اليوم. احنا نقول ابو عامر اقرا على روحك شوي. انت تقول له اقرا، انا اقول له يكتبها خيره. لا عاد لا عاد يعيد الهدد. طير عطى اكشن، عطى اكشن وجناحه طيب ما شاء الله عليه. عوض خير يا ابو عامر. شلون ثوب الداعي؟ مش ازرق كحلي غامق. والكيبل فيها هذه فيها اعذار يا ابو سيد. فيه 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 رابط مشترك بينهم. هذه فيها اعذار يا ابو سيد. رقم 46 محمد حمد عبد الوهاب الابراهيم المهندي. فالك التوفيق ابو حمد. التوفيق فالك التوفيق. فالك التوفيق ابو حمد. والتأهيل مطلوب. لا 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 زين جناح شوي وسيد. شوف ما شاء الله تبارك. بس شو عقب ما اخذ له لفه كامله هذه وارده في الفروخ ما شاء الله تبارك الله. 22 و333 رغم الظروف اللي صارت في الانطلاقه. نعم عقب ذا اللفه كلها ما شاء الله تبارك الله. المركز السابع الله يبارك. الطير هذا خطير في الله يبارك له. ان ثبت الطير ذا وركد الصقار. ثبت الطير وركد الصقار. اعتقد انها ان شاء الله بتكون له بصمه. فريق النخبه سبعة رقم 47 فريق النخبه. فالك التوفيق يا فريق النخبه. يوفقهم ان شاء الله. ان شاء الله نشوف نتيجة ونشوف تيم ونشوف مروح طيب. تدري من غير الميدان ومن غير حاتاتك مع هذا الطير ومعاناتك معه وراك جمهور كلهم يطالبون. الله يبيع لهم تعب. امين. الله يوفق. انطلاقة جميلة جدا الطير ده. الله يبارك لك. راح يمين مروحة طيب. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. الجناح طيب والمسار ممتاز. قوي الطير صلى الله على محمد ما شاء الله تبارك الله. وفالكم التوفيق يا فريق النخبة. والله معودين على المفاجآت ان
ان شاء الله هذه واحده من المفاجات ان شاء الله. 21700 و11 مركز الثاني ولا المركز الثاني؟ نعم المركز الثاني. ألف مبروك يا فريق النخبه، ألف مبروك يا فريق النخبه، الله لا يضيع لاحد منهم تعب. امين. الطير القادم تحت خطين حمر يا ابو سيد. من الطير القادم او الطير الجاي رقم 48 خطين حمر من من اداء الطير؟ ما شاء الله تبارك الله، تابع يا ابو سعيد وابشر بالجرس. الشيخ احمد بن عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز الثاني، والطير هذا صاحب المركز الاول في التاهيل في مسابقه اصفري، وصاحب المركز الثالث في النهائي. الطير ما شاء الله في التاهيل كان حلوه، والطير عود كان فرقه وفرق المركز الثاني في التاهيل اكثر من ثانيه كامله، كان اداء فارق عن الطيور الموجوده، ونتمنى له التوفيق باذن الله. واتوقع اليوم نسمع جرس اذا هو في يومه ان شاء الله. اتمنى التوفيق. فالك التوفيق يا فريق او يا شيخ احمد بن عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز الثاني، فالك التوفيق باذن الله. المرواح لز يسار ذا ياخذ وقت من الطير. افا ارتفع 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 وعود على نفس اللي طير ابو عامر عود عليه. عوض خير بنتطرق على اللجنة بإذن الله. نفس المكان روح الحين شعب تعدى بانتظار قرار اللجنة. معاوض خير ان شاء الله، فالك التوفيق. الصواديف لازم رقم 49 حسن عبد الله حسن سلطان النعيمي، اول متسابق رقم 50 احمد عبد الله محمد فهد الخاطر، وفالك التوفيق ابو عبد الله. لكم التوفيق يا هادي دليل. شوف هذه الطلعه ذي انه ياخذ يسار او يعود على مساره فيها ثانيه كامله، فيها وقت ما شاء الله تبارك الله. بس ان شاء الله مروحه ان شاء الله طيب، مساره ممتاز الى الحين، مساره ان شاء الله ممتاز وان شاء الله يوصل ان شاء الله، والله لا يضيع لهم جهد ولا تعب. اللهم امين. والتوقيت 23800 35 نعوض ان شاء الله يا ابو عبد الله. هذا إعادة عبد الله عامر محمد بن دية الكعبي،
هذا الطير اللي وقع قبل شوية. والله نتمنى ان شاء الله ان الفرصه ما تضيع ان شاء الله، ان شاء الله ان الفرصه ما تضيع. بارك التوفيق ابو عامر. يا هدي دليل، يلا يا ابو عامر تاهي المطلوب، يلا مروح طيب لا عاد تلز يسار، خليك يمين. اي والله خليك يمين لا يشوف شيء ولا. وابشر بالتوقيت والتاهيل، اصمر شوي جاك زين. ما شاء الله تبارك الله، توقيت صحيح ولا؟ انا قايلك ابو عامر مشاكس في انتظار التوقيت من الاخوان في اللجنه. والله ابو عامر راعي عوايد، يستاهل ابو عامر. اصلا من بركاته الحين غير سمعنا جرس، سواء بتيم ولا بدون تيم. متسابر رقم 51 محمد خباب مقرن محمد النعيمي. فالها التوفيق. فالك التوفيق ابو خباب. انا اشوف الكتاب اللي تحت ان ابو عامر الاول ب 21 21 تقريبا في انتظار قرار اللجنه النهائي ان شاء الله. انا شفت 19 وشوي قبل، بس 19 لا ما اعتقد، لانه ميب على المروح الطير. توفيق ابو خباب. هذه دليل، اي هذه دليل. التوفيق انطلاقه ممتازه والجناح طيب، وفالك التوفيق ابو خباب. هذه دليل، اثبت ما شاء الله عليه، اثبت وابشر بالعشر. ما شاء الله عليه، ما شاء الله، ما شاء الله. 24 و428 فيه طيور، ما تشوف رمع الجناح يا ابو سيد. نعم. تقول الطيور دي بتتيم. نعم. خلاص نعم، بيجيب تيم، بيكسر التيم بعد. والله لا المسار ولا الجناح، المرواح طيب لكن ما تقطع. التأخير ذا في القطعة هذه ما أدري شو وضعه. سابا رقم 52 عبد الله جاسم عبد الله ابراهيم مهندي. فالك التوفيق ابو جاسم. وما زالت الفرصه موجوده والتاهيل مطلوب والميدان مفتوح. الجو ما شاء الله، الجو بعد هدى شوي، ركد الجو. نعم الهواء ركد. هذه دليل، لك التوفيق ابو جاسم. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. انطلاقه ممتازه ما شاء الله عليه، ومسار ممتاز، حافظ عليه روح. ابشر بالتاهيل يا ابو جاسم باذن الله، اثبت. ما شاء الله تبارك الله. 23 24 25 ليه
25,598 ومعاوض خير ابو جاسم. هذا من الطيور اللي احنا نتكلم عنها يا ابو سيد اللي يعطيك رمع الجناح. والله انا متوقع نتيم ال 21 22 هذه ما فيها نقاش. معوض ابو جاسم. هذا طير الشيخ احمد بن عبد العزيز بن سعود بن عبد العزيز الثاني، طير رقم 48 ولا هي عاده. وهذا الطير ما زلت اقول انه بيسوي حدث اليوم. اتمنى له التوفيق ان شاء الله والراعيه اللي إذا, اذا اذا جاب نفس اداءه في التاهيل ابو سعيد انا اقول لك الطير هذا خطير اليوم. شوف الطير القوي اذا الله سبحانه وتعالى يعني وفق وصحته زينه ما في شيء غيره. طير مروحه طيب، فلك التوفيق باذن الله. مروحه طيب ما شاء الله، انطلاقه فيها اشكاليه شوي ولكن ثبت مساره وابشر بالتاهيل. جره الطير قويه ما شاء الله تبارك الله. الجناح طيب صف 22 و406. هذه الصف هذه هي المشكله. نعم مركز ثامن او تاسع. طلاقة بعد مرتفعة شوي، خذ يسار اتمنى لهم التوفيق بإذن الله. صف حتى يعني صف عادة من دون الداعي، ما الطير اللي ما يكون كارب على جناحه إلى آخر وقت ولا ما ينفع. انتهت منافسات هذا الشوط، ونذكركم مشاهدينا الكرام باسماء المتاهلين معنا في منافسات اليوم. المركز الاول فريق الوسيل 21 و251 جزء من الثانيه. المركز الثاني فريق النخبه 21 و711. المركز الثالث ايضا فريق الوسيل 21 و946. المركز الرابع فريق لفان 21 و960. المركز الخامس سكور الزبارة 22 و19 جزء من الثانية. المركز السادس فريق لفان 22 و102. المركز السابع فريق الشحانية 22 و127 جزء من الثانية. المركز الثامن محمد عبد الوهاب المهندي 22 و333. المركز التاسع فريق النخبة 22 و337. المركز العاشر فريق الوسيل 22 و395. فارق بسيط بين الجميع ابو سعيد، فارق اجزاء من الثانية. طبعا ما في امان في المراكز للنهائي، اتمنى لهم كلهم التوفيق. شفنا اليوم صلى الله على محمد انواع فاخرة من الطيور طيبة، هدداتها كلها زينة او دعوها. كنا نتوقع ان فيه تيمات افضل، لكن بما ان الاجواء مثل ما تشوف هواء قوي في طاعة الله، فنقول ان شاء الله ان الجاي افضل ان شاء الله. ان شاء الله الف الف مبروك لجميع المتاهلين معنا في منافسات اليوم. ننتظركم باذن الله في النهائي ونقول لكم شدوا حيلكم. الله يوفقهم ان شاء الله. اداء الفروخ بشكل عام يا ابو سعيد واداء قرانيس، والله كلها الفروخ اثبتت صقارة الرياجيل انها تعبوا عليها، اجتهدوا على اساس ان الطير ذا يكون في نفس المستوى اللي هم يبغونه يعني. لكن الطيور شوي غير على بعضها الهواء اليوم، شفنا ان الهواء اليوم اخر بعض التيمات. اتمنى لهم التوفيق باذن الله. ابو سعيد انبهرنا اليوم في اداء الفروخ، للامانه ما شفنا اداء فروخ، شفنا اداء قرانيس. عز الله لا ثبات في المسار ولا حتى جره، لكن كانت التيمات اللي حنا نبغيها ننتظر منها الافضل في النهائي ان شاء الله باذن الله. مثل ما ذكرنا يعني الاداء اليوم شفنا اداء ممتاز للجميع. بس ترى القرانيس
صلى الله على محمد ما فيها حيلة. هو ما جاك إلا 21 طير، هذه نقوة النقوة. ما فيها حيلة، نتمنى أنها ما تقل، نتمنى أنها تزيد. إن شاء الله بإذن الله. شفنا بطل في الفروخ اليوم، نشوف أبطال قادمة. والله نشوف أبطال قادمة، ونشوف فرق قوية، ونشوف جهد وتعب مبين على 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 وصول الطيور دي إلى التيمات اللي فيها. نتمنى لهم التوفيق بإذن الله تعالى. إن شاء الله. طبعا منافسات يوم الغد بإذن الله. خلينا نذكركم مشاهدين الكرام، بكرة الفترة المسائية نفس توقيت اليوم عندنا فئة قرناس الحر وفرخ الجير. قرناس الحر وفرخ الجير يا أبو سعيد شتان. نعم، لكن إن شاء الله إن شاء الله نحن بنشوف إن شاء الله متعة إن شاء في الهددات، وبنشوف تيمات إن شاء الله أفضل. قرانيس الحرارة طبعا فيها أبطال بس تيماتها وتيمات الجير ما تقدر انها تحطها في كفه واحده، اكيد انه فيه افضليه للقرناس بكره اذا الهواء نفس اليوم. ايش قرناس؟ قرناس الحر واللي معه فروخ الجيره. فروخ الجيره، فروخ الجيره بكره اتوقع. اتوقع التيمات اتوقع افضل. الى انا اتوقع الفروخ ان القرانيس بكره تفوق على الفروخ اذا الهواء نفس اليوم، والعلم عند الله. اذا الهواء سكينه اعتقد ان الجير بيكون له بصمه كبيره للهدد. نتمنى لهم التوفيق، كلنا مترقبين باذن الله منافسات يوم الغد. قرناس الحر وفرخ الجير، الله يوفق ان شاء الله جميع اخواننا المشاركين. ابو سعيد احنا وصلنا الى ختام، شكرا على وصولك معنا اليوم وتواجدك وحضورك. الله يسلمك وعمرك. وصلنا الى ختام مشاهدينا الكرام، بكره نفس التوقيت الساعه 12:45 بنكون معكم على الهواء مباشره على نفس القناه. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل الفني، ونلقاكم بإذن الله في يوم الغد. في أمان الله.